قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، ربنا ستره بعد هذا الذنب، فيقول يا فلان، يعني يقول للناس يعني يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يعني من الذنوب والمعاصي، وقد بات يستره ربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بات ربنا ستره، يصبح يكشف ستر الله عنهم. الحديث في صحيح الإمام البخاري، دي منه عنه، أي واحد فينا وقع فيه كبيرة أو صغيرة يستر على نفسه ويتوب لله عز وجل وما يخبرش أحد أبدا من الناس، دي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام.